السلام عليكم، شمس الدين حمحوب، منظم صالون إكسل إكسبو اللي هو صالون تجارة والخدمات الإلكترونية. العام هذا في طبعته الثالثة، الصالون يستقبل يعني أكاتون اللي هو مسابقة فكرية للطلبة. هذه المسابقة منظمة بشراكة مع لاكات أسيرونس في إطار الأوبن إنوفاسيون، في إطار أوبن إنوفاسيون، وعندنا أكثر من 500 شاب اللي سجل في المسابقة. هذا يدل يعني على رغبة الشباب والطلبة تاعنا أنهم يشاركوا ويدخلوا لمجال المقاولاتية ومجال الشركات الناشئة. هي الارقام يعني الصالون يعني عنده ارقام تهدر على نفسها، وتطور ما شاء الله. في الطبعه الاولى كما ذكرت كنا في 2000 متر مربع، انتقلنا الى 4000 متر مربع في الطبعه الثانيه، وهذا العام في الطبعه الثالثه ان شاء الله عندنا 6500 متر مربع مخصص للعرض. بالإضافة إلى ذلك قاعة محاضرات اللي تقدر تستقطب 1000 مقعد قاعة